يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نحذر أبناءنا وطلابنا الصغار من بدع القبور والتعلق بها وأنها لا تنفع ولا تضر؟ ما في شك، يجب تعليم الصغار والكبار العقيدة الصحيحة، وينهون عن العقيدة السيئة، يبين لهم هذا ويدرسون إياه وينشأون عليه حتى لا يغتروا، لا سيما بهذا الزمان الذي كثر فيه الجهل والخرافات. نعم.